أصبح على الإخوان الموجودين بالاستديو صبحك الله بالنور. جميعا وعلى المشاهدين وعساكم على القوة. الله يقويك نبي. في صورة انتشرت لك مع بعض اللاعبين اعتقد، وامام المخفر، وايضا مع اعتقد السيد وليد الدمخي مدير الاداري في فريق كرة الطائرة، يعني انتم اللي رافعين شكوى ودعوة استاذ علي. والله بداية يعني بمستهل التعقيب على الاحداث المؤسفة اللي حصلت في مباراة الطائرة بين نادي القادسية والكويت، أحب أن أعقب أولا على ما ورد بالحلقة قبل أمس اللي حصل فيها مداخلة من الأخ الفاضل حكم المباراة، وانذكر بالحلقة لفظا بأنه هو حكم دولي وأمر مؤلم أمام العالم أن يتعرض بمثل هذا الاعتداء. فأنا بس أحب أن أنوه بأن حتى اللاعبين الشباب أيضا لاعبين دوليين، وهذول أبنائنا، وبالمستقبل إن شاء الله راح نشوفهم بمناصب رياضية وإعلامية مثل الإخوان اللي سبقوه الموجودين بالاستديو. وأنا أكد لكم بأن ما ورد بمداخلة الأخ العزيز حكم المباراة يعني غير صحيح نهائيا ومخالف للحقيقة والواقع، وبرد على النقاط اللي ذكرها بالآتي. تفضل. أولا انذكر بأنه هو مستاء من نادي القادسية وكل المشاكل اللي قاعد تصير من الإدارة. يعني أنا مو بصدد أول، يعني بداية إن أنا مو بصدد الدفاع عن مجلس إدارة، بس أنا ماني عارف شو اللي دخل الإدارة بالموضوع. وسألت أنت الأخ العزيز أبو سعود، سألته هل في أحد من الإدارة اعتدى عليك؟ قال والله أنا الكل اعتدى علي لفظا، أنا الكل اعتدى علي، وأنا راح أسجل الشكوى على نادي القادسية بالكامل. وأنا أقول لكم هذا الكلام غير صحيح أبدا وإطلاقا. ما في شكوى تسجلت على نادي القادسية، ولا في أحد من الإدارة اعتدى علي نفس ما تفضل بالحلقة اللي فاتت. والشكوى اللي قدمها ما قدر يحدد فيها أكثر من 4 لاعبين فقط. وذكر أيضا أنه ما راح يتنازل وأنه مسكر جهازه. أنا أقول يعني ما حد يعرف رقم تليفونه عشان يسكر جهازه، والتنازل ما حد راح يطلبه من الحين. أنا أقوله خلنا نتجاوز هذا الموضوع ونروح الواقع نفسه والشكوى اللي تقدمت. أنا أكد لكم بأن القضية هي قضية تبادل بالضرب وليس اعتداء بالضرب، وفي فرق قانوني كبير بين الواقعتين. الواقع اللي تسجلت هي تبادل بالضرب، وثلاث حكام من حكام المباراة متهمين، أكرر متهمين، بأن أحدثوا باللاعبين الإصابات الثابتة والموصوفة بتقارير طبية رسمية من مستشفيات، من مستشفى حكومي، واللي تقدمنا فيه للتحقيق. طيب. أخوي اللاعبين، لا بس اسمح لي شوي، اللاعبين يعانون من إصابات وكدمات بينة. أنت هل تعلم أن في 2 من اللاعبين تعرضوا للقضم اللي هو يعني العض؟ نعم. وعلاجهم يستدعي 7 إبر ضد التسمم لأن شالت أجزاء من اللحم. هل تعلم أن في من اللاعبين كدمات وآثار الزرقاق بينة أثر تعرضهم للضرب المبرح بالعقال؟ يعني أنا زي من وين العقال أبو حسن؟ الحكم لابس لبس حكم في اللقطة في واحد عقال واحد من الإداريين في خذ عقال. هذا يعني تفاصيل اللي حصلت، اخذ سحب عقال من احد المتواجدين واعتدى بالضرب على اللاعبين. وهذا ثابت باثار واضحه، الكلام مو من عندي، الكلام تقارير طبيه ومشهوده في جسد اللاعبين يعني. انزين يعني انا الموضوع اللي صار
طبيعي، احنا في جميع المباريات او كرة القدم، السلة، الطائرة، كل الالعاب هذه اللاعب بعد المباراة تشوفه يروح حق الحكم، يحتج على الحكم، يحتج فقط. اللي حصل راح يحتج الى الحكم، الحكم دفع من ناحية الوجه. يعني انت شنو تنتظر؟ اي شخص يسمعني طبيعي الان، شنو تنتظر لما انت تروح تكلم شخص بتحتاج عليه يدفعك من وجهك؟ شنو ردة الفعل المتوقع؟ هل تقدم له باقة ورد؟ يعني هذا امر يعني مو منطقي. احنا لا نصير يعني غفور رحيم على اخواننا واعزائنا الحكام ونصير شديد العقاب على الشباب بعد اللاعبين، هذا مو مقبول. طيب يعني احنا اتمنى اعطيناك المجال للتعقيب ابو حسن، اذا في شيء اخير بتحب تضيفه. لا هذا تعقيبي، وعشان لا اطيل عليكم بعد، بس ابي اكد ان القضيه مو مثل ما تصورت اعتداء، بل هي تبادل بالضرب، وايضا الطرف الثاني متهمين بالاصابات اللي يعني تبادل بالضرب. وحسن بحكم خبرتك اخر شيء 50 دينار على كل واحد صح؟ للجميع، للجميع. واحنا يعني انا من الحين اقولها على الهواء، يعني الوسط الرياضي اذا صار تبادل في الضرب وهذا، يعني دائما يكون الفصل فيها للاتحاد، والامر داخلي بين الوسط الرياضي في الاتحاد، وما ادري شنو ما يطلع للمغفر ولا اوكي.